أنا أقول السيد كمال حيدري يمر الآن في ظروف صعبة شبيهة بظروف السيد محمد باقر الصدر في آخر أيامه، وممنوع من الزيارة ومراقبة تليفوناته ومراقب بيته، وممنوع من الكلام كأن الرجل رجل سياسة والرجل بعيد كل البعد عن السياسة. أنا أقول ارفعوا الحظر على السيد كمال الحيدري، واتقوا الله في السيد كمال الحيدري، ولنحافظ على سمعة الإسلام وسمعة الدين وسمعة المذهب، إن كنتوا تهمكم المذهب قبل الدين، حافظوا على هالسمعة. حرام اللي قاعد يصير، ظلم ما بعد ظلم. يعني هذول رموزنا الإسلامية، شلون تبون الناس تحترمكم؟ شلون تبون منظمات حقوق الإنسان تحترمكم؟ شلون تبون تكون عندكم مصداقية أمام الرأي العام؟ شلون تبون تكون عندكم مصداقية أمام الإعلام الرسمي؟ شلون تبون الناس تكون لكم حلفاء وتكون لكم شنة ورنة في العالم كله؟ شلون تبون تحافظون على حلفائكم؟ أنتوا قاعد تخسرون حلفائكم وأنصاركم ومحبينكم والناس اللي معاكم، الناس اللي تشوف فيكم الأمل. شلون لكم عين تتكلمون وتروجون لفكرة الثورة والثورة والإنسان إنسانية والثورة الإسلامية؟ أي ثورة إسلامية؟ وأنا أشوف القمع والظلم، وتسقطون فلان وتفسقون فلان، وفلان فاسق وفلان في الجنة وفلان في النار، وفلان لا يفهم وفلان لا يفقه، وهذا اللي يفهم وذاك اللي يفقه. مصيبة هذه مشكلة في العقل الإسلامي. بعض يحاول يبرر، لا السيد كمال حيدري لا ليس تحت الإقامة الجبرية، السيد كمال حيدري إنسان حر تستطيع أن تزوره. هي العملية الاغتيال المعنوي يا جماعة، لم أنا اليوم أمنعك عن مزاولة يعني نشاطك الديني أو نشاطك الفكري. أنت كاتب اليوم، أنت غير مسموح لك تطلع بالإعلام، غير مسموح أنك تقيم الدروس. اليوم يحاربونك ويسقطونك بكل الأجهزة الإعلامية، يحاولون حتى مكاتب السيد تحرق في بعض البلدان الإسلامية. بيك واحد أحمق يقولك لا والله السيد ما عايش حياة طبيعية. لا مش طبيعية، شنو أنا قاعد في بيتي؟ شو فرق السجن أنا قاعد في بيتي ولا قاعد في سجن؟ هو ذاته سجن واغتيال معنوي. الرجل خلق لكي يكون عالما ويعيش مع الكتب والأفكار ويرد ويناقش. شوف أي لقاء تلفزيون السيد كمال حيدري، تبارك الله شلال شلال من العلم. الرجل زوره في بيته، الرجل تبارك الله حافظ لك كتاب كتاب، سطر سطر، صفحة صفحة يقول لك فيها الشغلة الفلانية. هو الرجل حياته بالكتب، وهم يعرفون هذا الشيء، لذلك اليوم يتم اغتيال السيد كمال حيدري. القصد، نعم أنا متضامن مع السيد كمال حيدري، أنا اليوم كتبت مقال وسأوصل صوتي لكل مسؤول في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وراح أوصل لرأس الهرم، وراح أوصل، وأنا أرسلت رسالة للسفارة الإيرانية في دولة الكويت، وراح أحاول أصل للجميع دون استثناء. لأن اللي قد يصير، أنا أدافع طبعا من مبدأ حرية الاعتقاد وحرية التفكير كما